نادي الزمالك بيحتاج بقوة على عامر حسين في فرض الغرامات على النادي. عامر حسين قال ايه؟ قال انا مش هياخد بالفيديو، يعني اي حاجة خاصة بالفيديو انا مش هاخدها. فالزمالك قالك طب ما علي معلول طلع وعمل حركة الجمهور، الزمالك طلع لسانه وعمل حاجة، فاشمعنى دي ما خدتهاش بالفيديو؟ قال الا شريط المباراة، يعني عامر حسين قال فيديو بره شريط المباراة مش هاخد بيه. فقالك طب ما علي معلول عمل كده خدت بيه ليه؟ زاد ان كارتيرون انت فرضت عليه 20,000 جنيه. طب ليه؟ اللائحة بتقول انه المدرب اللي بيستضيف المباراة بينتظر المدرب اللي جاي عليه المضيف علشان خاطر ايه؟ يخلص يبدأ هو، وان المؤتمر يبدأ بعد المباراة بعشر دقايق. فضل كارتيرون منتظر 38 دقيقة. ده اللي بيقوله الزمالك، وبيجهز دلوقتي مذكرة يرفعها لرابطة الأندية يشكو فيها الغرامة اللي خدها، وبالتالي بيشكو الكابتن عامر حسين. هنحاول نجيبه على التليفون كابتن عامر عشان نشوف بس الموضوع ده. الزمالك رافض فكرة دفع الغرامة بتاعت كارتيرون. قال لك كمان انتوا قلتوا مش هتاخدوا بالفيديو اللي بره المباراة. طب مين قال لكم ان الكرة اللي اترمت دي وقت البنالتي اللي رماها حد من الجهاز الفني للزمالك فعلا او الاداري بتاع الزمالك؟ مين اللي قال؟ ما انت في فيديو انتشر على المواقع، حد فعلا واقف من ناحية الزمالك رمى الكورة، شفناه كلنا. الزمالك بيقول لك ايه؟ انتوا قلتوا مش هتاخدوا بيه اي فيديو خارج شريط الرسمي للمباراة، مظبوط كده؟ طب انت ليه مصر ان انت تحسب عليا 50,000 جنيه رمي الكورة؟ طبعا المستفيد الاول بانك ترمي الكورة او البنالتي يتعادى هو نادي الزمالك اللي محسوب عليه البنالتي، اكيد مش الاهلي اللي هيرمي الكورة عشان خاطر البنالتي لو جات جول يتلغي، مؤكد يعني. انما الزمالك رافض كل هذه الغرامات.